تقوية العلاقات والتعاون المشترك القائم بين المملكة المغربية وتشاد، وهو هدف اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوزير خارجية المملكة المغربية السيد ناصر بوريتا، الذي جاء حاملا معه رسالة خطية من الملك المغربي محمد السادس إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. يرافقه السفير المملكة المغربية بالبلاد. الرسالة تحمل في طاياتها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية. المقابلة حضرها وزير الخارجية والتعاون الدولي شريف محمد زين، والوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية، ومديرة المكتب المدني للرئيس الجمهورية ومستشاره الدبلوماسي. اللقاء الذي دام قرابة ساعة تناول من خلاله وزير الخارجية المغربي مع رئيس الجمهورية مشمل القضايا التنموية ومساعي الحكومة المغربية تجاه تشاد المتمثلة في تحقيق التعاون المشترك والقائم بين الدولتين. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أعرب عن شكره للجهود المقدرة والتعاون المثمر الذي حققته دولة المغرب في تشاد، لا سيما في مجال التعليم والتجارة ومجالات تنموية أخرى. وفيما يتعلق بعلاقة التعاون المشتركة القائمة بين الدولتين تشاد والمملكة المغربية، أشار بوريتا بأنها متميزة في مختلف المستويات. أهمت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية وفق نظرة صاحب الجلالة ونظرة فخامة الرئيس لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة المشتركة بسرعة لتحضير للقاءات أخرى أكثر أهمية، وأن تكون اللجنة المشتركة مناسبة لتحديد ما هي القطاعات ذات الأولوية وما هي المشاريع المهمة التي يجب تحضيرها. كذلك بين صاحب الجلالة وأخي فخامة الرئيس هناك تشاور دائم حول القضايا الإقليمية والقارية. نحن اليوم على عشية قمة إفريقية مهمة فيها مجموعة من المواضيع الاستراتيجية بالنسبة للقارة الإفريقية، ومن الطبيعي إذن أن يكون هناك تشاور بين قائدي البلدين. من الطبيعي كذلك أن يتم أن يكون هناك تنسيق في معالجة كل هذه القضايا بنظر إلى وزن البلدين ووزن القائدين فيما يخص مختلف النقاط الموضوعة على أجندة القارة الإفريقية، سواء تلك التي تهم الاستقرار أو تلك التي تهم التنمية. وقال وزير المملكة المغربية ناصر بوريتا إن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والرئيس المغربي محمد السادس لهما مبادرات وخطوات بناءة تجاه القارة السمراء، وأكد بأن تلك المبادرات ساهمت كثيرا على المستويين الدولي والإقليمي. جاء الرئيس المدير العام النائب لمجموعة شركة البناء الصينية سيجيكوك السيد بانغ جونسون العاملة في مجال البنية التحتية والتي تزاول عملها بطريقة رسمية في بلدنا تشاد لمقابلة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. المقابلة كانت بحضور وزير البنية التحتية وفك العزلة والوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية. اللقاء شرح فيه المدير العام النائب لشركة سيجيكوك لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أهم المشاريع التي تنفذها الشركة والصعوبات التي تعيق سير العمل. من جانبه رئيس الجمهورية شجع مدير الشركة على مواصلة عملها بالرغم من الصعوبات والظروف الاقتصادية. قال المدير العام: نحن سعداء بما يقوم به رئيس الجمهورية في العمل من أجل الشراكة وتوجيه الحكومة للتعاون معنا. L'objectif de ma visite, en fait, c'est pour apporter. نحن بالشركة الصينية للبناء سيجيكوك ممتنون بجهود فخامة رئيس الجمهورية، وعليه نتقدم له وللشعب التشادي بتهانينا بحلول عيد الفطر المبارك وميلاد الجمهورية الرابعة. ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تشاد، إلا أننا سنظل متضامنين مع الحكومة التشادية لمواجهة تلك الأزمة بغرض إتمام ما تبقى من مشاريع في البنية التحتية بتشاد. ونذكر بأن الشركة الصينية سيجيكوك قامت برصف طريق أم حجر أبشي، مانغو أم التيمان، وملعب منجفة، وعدد من الجسور بالعاصمة أنجمين. غافي مؤسسة التحالف الدولي للقاح والتلقيح، وهي شراكة بين القطاعين الخاص والعام، ترمي إلى توفير اللقاح في الدول النامية.
ومن مبدأ التصدي للأوبئة وخصوصا شلل الأطفال جاءت المديرة التنفيذية النائبة للتحالف أونورادا غوبتا لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو على رأس وفد رفيع. اللقاء الذي حضره وزير الصحة العامة سمح لغوبتا شرح استراتيجيتهم في التصدي لمرض شلل الأطفال وغيره من الأوبئة التي تصبح عائقا لمستقبل الأطفال، والرامية إلى مساعدة الدول لتقوية برامجها للحد من نسبة وفاة الأطفال. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو أكد بأن الحكومة التشادية وضعت استراتيجيات عديدة في مجال محاربة الأوبئة والتصدي لوباء شلل الأطفال. وقالت المديرة التنفيذية النائبة لتحالف غافي أونورادا غوبتا إن الهدف الأساسي لزيارة تشاد هو النظر في كيفية مساعدتنا ووقوفنا مع البلاد لحماية الأطفال وتطعيمهم. ويهدف تحالف غافي إلى إنقاذ حياة الأطفال وحماية الناس جميعا، ويعمل للجمع بين الدول النامية والمانحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي ومصانع اللقاح في الدول المتقدمة والنامية ووكالات البحث والوكالات الفنية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الأخرى. دعما ووقوفا مع أعمالها وبرامجها الخيرية والإنسانية المستمرة في الصحة وجهودها المبذولة من أجل صحة جميع المواطنين لا سيما الأم والطفل وخاصة مرض شلل الأطفال، التقت سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بوفد من تحالف غافي بقيادة السيدة أونورادا غوبتا المديرة التنفيذية النائبة للتحالف غافي. المناسبة كانت بحضور ممثل منظمة اليونيسيف في تشاد ووزير الصحة العامة وبحضور ممثلة منظمة الأوبداس بتشاد وعدد من مساعدي السيدة أونورادا. هذه المناسبة سمحت للمديرة التنفيذية النائبة للتحالف غافي الذي يعمل في مجال محاربة شلل الأطفال بأن تشرح لسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو الأعمال والبرامج المستقبلية للتحالف غافي في تشاد، مؤكدة بأن التحالف سيقف مع الحكومة التشادية في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة خاصة محاربة الشلل وذلك عبر تطعيم الأطفال. وعقب خروجها من المقابلة صرحت السيدة أونورادا بأنها مسرورة باللقاء الذي جمعها مع سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو التي تعمل دائما في مجال الصحة وتحارب الأمراض المستعصية مثل شلل الأطفال وجميع الأمراض الفتاكة، وتقف مع المرضى وتساعد المستشفيات بالمعدات اللازمة من أجل صحة المواطنين التشادين. لذا قالت جميع المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الصحة ستقدر هذه الجهود، مما جعلنا نحن في تحالف غافي بأن نطلب من سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بأن تكون بطلة التطعيم في تشاد، وأكدت لنا بأن كل طفل لابد أن يخضع للتطعيم من أجل تشاد خالية من شلل الأطفال في المستقبل القريب.